أشكر الرب يسوع من أجل اليوم المبارك ده، وبركة اليوم إنه إحنا موجودين في حضرة المسيح وفي بيته، أعتاب بيت الرب اللي هي أفضل مكان إحنا ممكن نكون متواجدين فيه. أنا بشكر محبة الآباء واتضاعهم وثقة الكبير جدا إني أكون واقف هنا بتكلم وأبائي موجودين، لكن دي الكنيسة بتاعتنا اللي علمتنا الاتضاع العملي اللي احنا بنشوفه في أبائنا المباركين. الرب يعوض محبتهم واتضاعهم كل خير. وموضوعنا النهاردة عن المعجزة الرائعة المعروفة العمل الرب يسوع، وسمعنا الإنجيل لما الرب يسوع كان مزدحمة حول الجموع، وبعدين ركب السفينة بتاعت بطرس وقال له ابعد شوية من الشط علشان الناس كان بتزدحم حول شخص الرب يسوع. ومن على السفينة كانت هناك كلمة الرب إلى الجموع، وبعد شوية بعد ما خلص حب الرب يسوع يدفع الفاتورة بتاعة الإيجار بتاع السفينة اللي خدا يتكلم من عليها، فقال لبطرس ادخل إلى العمق والقوا شباككم. قال له يا رب احنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشبكة. فألقوا الشبكة، والمفاجأة كانت إنهم مش قادرين يسحبوها من كتر السمك. الشيء المدهش إنهم ملأوا السفينتين حتى كادتا في الغرق. يعني تخيلوا السفينتين صغار، لكن كل سفينة على الأقل بتشيلها 5-6 طن. فاتناشر طن سمك سحبوها إزاي وملوا السفينتين حتى كادتا في الغرق. وحنكمل الموضوع مع بعضينا. أنا بنعمة المسيح شاركت في قداس الصبح النهاردة بالجزئية الأولى اللي هي حول المسيح. حدي فكرة عنيها، وبعد كده حناخد 3 نقاط نكمل بيها إصحاح النهاردة. يبقى النقطة الأولى حول المسيح، والنقطة الثانية شبكة التلاميذ في يد التلاميذ، والنقطة الثالثة شبكة التلاميذ في يد المسيح، والنقطة الرابعة شبكة المسيح في يد المسيح. هناخدهم مع بعض وهيكونوا واضحين قدامنا. حول المسيح قلنا إنه شيء ملفت للنظر ورائع، إنه الناس كان بتزدحم حول المسيح علشان تنال شفاء. وزي ما شفنا المرأة نازفة الدم إزاي وسط الجموع والحشود وجاية بتقول إيه؟ ولو لمست هود بثوبه أنا أشفى. ولمست هود بثوب المسيح ونالت شفاء. وشفنا الجموع حوالين البيت اللي فيه المسيح، جموع وزحام وعايزين يدخلوا المفلوج، ما عرفوش فعملوا ثقب في السقف علشان يدلوا المفلوج قدام المسيح. كانت جموع تزدحم علشان تنال الشفاء. لكن النهاردة في إنجيل الصباح جموع مختلفة. أول آية بنقراها إن الجموع دي كانت بتزدحم حول المسيح لتسمع كلمة الرب. مش ناس جاية بس علشان تنال شفاء، ناس عطشانة لكلمة الخلاص، لكلمة المسيح. ونقرأ في الوحي الإلهي عن الرب يسوع وشهادة الناس أنهم شهدوا للمسيح أنه يكلمهم بسلطان وليس كالكتبة. يعني إيه بسلطان؟ يعني كلمة المسيح تخترق وتصل إلى أعماق القلب وتؤثر. كلمة المسيح التي تقوم باستنارة داخلية وأنه يفوق الشخص من الداخل ويدعوه للحياة. ده السلطان، أن كل شخص بيسمع المسيح كان بيسمع تأنيب الضمير وبيعطى رجاء ويقاد للحياة.
ده السلطان. الكلمة اللي أقامت لعازر هي الكلمة اللي وقفت البحر، هي الكلمة اللي أقامت ابنة يايروس وابن الأرملة، هي الكلمة الموجودة في الإنجيل بتاعنا في البيت. فأول نقطة عايز أقولها لكم النهاردة، أرجوكم أن نقوم بعمل زحام حول الكتاب المقدس. الكتاب المقدس المهمل في بيوتنا كلنا، وأنا آسف سامحوني على الكلام ده. الكتاب المقدس اللي لسه ما خدناش نصيبنا منه ولا خد نصيبه فينا. كلمة الله حية بيقول عنا الكتاب، وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وهي خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله اللي عاشوا ناس بيحاولوا يهربوها من بلد لبلد، وكانت تمن حياتهم، وكانوا بيعملوا كده من أجل المسيح ومن أجل أن كلمة الله تصل إلى كل مكان، كانوا بيهربوا الإنجيل. وما زال لحد النهاردة أماكن ممنوع يدخل فيها الإنجيل، في ناس بتغامر بحياتها عشان توصل الإنجيل لناس عطشانة بتزدحم حول المسيح ولم تستطع أن تسمع شيء. فالنهاردة ياريت وإحنا طالعين من الكنيسة ناخد قرار مع نفسنا إنه من النهاردة هنعمل زحام في بيوتنا على الكتاب المقدس. اعمل معاه عشرة، خلي بينك وبين الكتاب علاقة، خد عهد بينك وبين الكتاب وتقول له كده، أنا مش ممكن يعدي علي يوم إلا أبص فيك وأخذ منك حياة. إحنا في كنيستنا نشيطين جدا، ونشاط مطوب ومبارك، نشيطين نهتم نأكل الكلمة اللي هو المسيح على المذبح، لكن إحنا بعيدين عن الكلمة الثانية، الكلمة اللي في الكتاب المقدس. فزي ما بناكل الكلمة نسمع الكلمة ونقرأ الكلمة الكتاب المقدس. وبعد كده الناس المزدحمة حول المسيح عشان تسمع كلمة الرب، خد سفينة بطرس كمكان كمنبر يتكلم من خلاله للجموع. السفينة اللي قلنا عنها النهاردة الصبح فشلت الليل كله إنها تصطاد سمكة واحدة، لكن المسيح اعتلى هذا الفشل. المسيح أخذ من السفينة الفاشلة اللي قعدت طول اليوم بشهادة أصحابها، مين أصحابها؟ أرباب البحر، شغلتهم صيادين سمك. اعتلى السفينة دي كمنبر يتكلم من خلاله كلام الحياة للناس. النهاردة أنا وإنت نفس السفينة، والمسيح نفسه يتكلم من خلالنا للناس، نفسه يتكلم من خلالنا في حياتنا بكلماتنا بشهادتنا. المسيح نفسه بيدور زي ما قال في الكتاب المقدس، عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. ما كانش بس بيدور في الماضي وانتهى، ما زال وسيستمر في كل العصور وفي كل الأجيال يبحث عن القلوب التي تريد أن تعمل. فالنهاردة أنا بقول لك ادي فرصة ربنا يتكلم من خلالك، مش لازم بالكلام بالصوت. ده المسيح أعطانا شهادة، ما فيش حد فينا ليه عذر. ممكن أقول أنا ما عنديش موهبة الكلمة، جايز. أنا ما عرفش أكتب، ممكن. أنا ما بعرفش أبشر، ربنا مش مديني الموهبة دي، جايز. لكن إيه رأيك في الموعظة على الجبل لما الرب يسوع قال ليروا أعمالكم الصالحة فيحصل إيه؟ فيمجدوا أباكم الذي في السماء. دي لنا كلنا بقى، دي ممكن كلنا نعيش الشهادة دي. ده منبر، يعني أصبح جسدنا، حياتنا، سلوكنا هو المنبر اللي يقف عليه المسيح ويتكلم مع كل اللي قابلك. تعرفوا الآية الرائعة اللي بيقول عنها الكتاب المقدس، يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. بولس الرسول بيقول لأولاده كأنه ولادة
أتمخض بكم تعب وألم وصراع وجهاد وصلاة من أجل أولاده. ليه؟ عشان يصل إلى هذه النتيجة، إلى أن يتصور المسيح فيكم. يبقى كل واحد فينا ماشي بيتكلم عايش هو بيعكس المسيح اللي جواه، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. علشان يكون القلب فيه كلام وفيه حياة، أرجوكم اهتموا بالكتاب المقدس في البيت. أرجوكم ما يعديش يوم في حياتكم إلا وإنت تقرأ، مش عشان تريح ضميرك، مش علشان ضميرك لما يجي يقول لك أنت ما قريتش كتاب، ليه؟ أنا قريت أصحاح النهاردة، أنا ممتاز، أنا كويس. لا، اقرأ الكتاب عشان تعيشه، عشان تحياه، علشان يكون في علاقة بينك وبينه، ومن خلالك يعطي حياة أيضا للآخرين. عارفين مزمور 23 بيقول كأسي ريا. الكأس الريا اللي هي الكأس اللي اتملأت وفاضت على الآخرين. فإحنا عايزين نكون الكأس ده اللي نتملي وكمان نفيض على الآخرين بشخص المسيح، له كل المجد. دي النقطة الأولى اللي هي حول المسيح. إحنا عايزين نعيش ده حول شخص الرب يسوع. مفتاح الأصحاح النهاردة هناخده من حزقيال. حزقيال بيتكلم عن الأمة اليهودية الإسرائيلية في العهد القديم، ولكنه في ذات الوقت الوحي يتكلم عن كل نفس فينا، ويتكلم عن العروس الكنيسة، ويقول كده: فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. الرب لما عد على بطرس، بالمناسبة أربع تلاميذ كانوا، بطرس بيتذكر لأنه اللي كان بيتكلم كتير، والأول كان بطرس وأخوه أندراوس ويعقوب وأخوه يوحنا، يوحنا الحبيب. دول كانوا شركة في السفينتين، بيشتركوا مع بعض في الصيد. لما مر بهم الرب يسوع كان هذا زمن الحب لهؤلاء، زمن أن يدخلوا في علاقة أبدية مع السيد الرب. مرات عديدة بيعد بينا المسيح ويقول كفاية، زمنك زمن الحب، فوق. أرجوك دي الفرصة بتاعتك اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. النهاردة الزمن بتاعك، النهاردة الفرصة بتاعتك، ما تفوتهاش. أنا بشكر الله من أجل بطرس وأندراوس وابني زبدي يعقوب ويوحنا، ما فوتوش الفرصة، تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. فالنهاردة صوت ربنا لينا من خلال الكلمة بيقول لنا النهاردة يومك، النهاردة زمن الحب بتاعك. لو ما كنتش دخلت معي في زمن الحب، أنا ببدأ معك النهاردة صفحة جديدة. تعرفوا روعة ربنا إيه يا إخوة؟ مش إله بعيد ساكن في السماء وسيبنا، ده إله ارتضى بجلاله وعظمته أن يسكن قلوبنا، ما يقعدش بس فوق في السماء. ويقول لنا الوحي كده: ألستم تعلمون أنكم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فإذا كل فرصة تعد علينا، أرجوك اعتبرها إن هي زمن الحب، لو ما كنتش خدت قبل كده، أو تجديد لهذا العهد، إن نفوق ونبدأ في رحلة الحب الإلهي اللي هو أساساً بدأ السيد المسيح. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي شبكة التلاميذ في يد التلاميذ. الشبكة دي قعدوا يصطادوا بيها الليل كله، وبالمناسبة ما هياش الشبكة اللي بتترمي بالإيد كده، في نوع شبك الصياد واقف وبرميها بإيده، دي شبكة صغيرة. الشبكة هنا اللي هم بالقارب ينشروها ممكن نص كيلومتر كده، وهم بينشروا الشبكة في البحر. البحر اللي مذكور هنا هو بحيرة طبرية، بحر الجليل، ومذكورة هنا باسم ثالث لها، بحيرة جني سارت، هي البحيرة المشهورة اللي حصلت فيها كل المعجزات. هو البحر اللي قال له المسيح ابكم اخرس، هو البحر ده، هو البحر اللي قامت السفينة لما المسيح ما كانش موجود معاهم وأتى ماشيا على الماء، هو نفس البحر، بحر طبرية.
النهاردة اختبار جديد. المدرسة بتاعت المسيح، أينما كان المسيح كانت مدرسة المسيح. النهاردة مدرسته في سفينة بطرس، دي المدرسة النهاردة انتقلت إلى سفينة بطرس، وقعدوا يصطادوا الليل كله. بالمناسبة الليل هو وقت الصيد، الصيادين يعرفوا كده، الليل هو وقت السمك، هو الوقت المناسب جدا. وقعدوا علشان يصطادوا بعد ساعة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، ما فيش. قعدوا الليل كله وإلى الصبح لم يصطادوا أي شيء على الإطلاق. فراحوا غسلوا الشباك لأنه بيكون فيها أعشاب، نظفوها، غسلوها وحطوها على المركب. ده بيورينا أنه هزيمة هؤلاء الأرباب، تعرفين الصياد؟ مش صياد ماخذ سنارة يمشي يقعد له ساعتين ثلاثة هاوي. الصياد ممكن يقعد في البحر يومين ثلاثة، ده بيته. فدول ده مجال تخصصهم، ده اللي بيفهموا فيه، دول اللي هم يقدروا ينصحوا به الآخرين ويعلموا الناس. النهاردة هم بيعلنوا فشلهم وبيعلنوا عجزهم وبياخدوا الشباك ويرصوها، خلاص مش قادرين. النهاردة الشبكة في إيدهم. بالمناسبة ده فشل ممكن يدخل في ضمن خطة الله. أحيانا ربنا علشان يجذب أولاده بطريقة ما يسمح بفشل أو بتجربة أو بألم بضيق، علشان عاوز يلفت نظر أولاده. أو واحد ماشي في الخطية وعايزه يرجع، أو واحد النهاردة عايز يلفت نظره زي موضوع بطرس ويؤمن. لاحظوا بطرس في الأول قال له يا معلم، لكن بعد كده قال له يا رب. الموضوع اختلف مع بطرس. فربما ربنا بيسمح في حياتنا ببعض الضيقات أو الألام أو التجارب. معلش اركع وصلي وقول له يا رب عايز إيه، أنا تحت أمرك. الضيقة دي مش من فراغ، الضيقة دي في بركة أنت عاوزها لي، أنا مش عارفة هي إيه. افتح عيوني على البركة دي عشان أشوف البركة اللي أنت مخزنها لي. واضح أنه في شيء معطل البركة وأنت سمحت بالضيقة دي. بصوا للأمور بزاوية روحية، لأنه بعد القبر يأتي أو تأتي القيامة، بعد الضيقة والنفق يأتي النور. ممكن تكون ضيقة فشل، لكن ربنا عاوزنا. ده اللي حصل مع بطرس، فشل الليل كله، سمح به الرب أن يدخل بطرس في هذا الفشل علشان يتقابل مع المسيح ويأخذ من سفينته منبر. وبعد كده عايز يديله الثمن، أنا قعدت في سفينتك بعلم إيه ساعتين ثلاثة، هدي لك الثمن. فتتحول الشبكة من إيد بطرس، هي شبكة بطرس والتلاميذ، لكن تتحول إلى يد الرب ويقول له إيه. النقطة الثالثة، شبكة التلاميذ في يد المسيح، وتعالوا نشوف شكلها بقى إيه. شبكة الأولى فاضية، مغسولة، عاجزة. قال لهم ادخلوا إلى العمق قليلا والقوا شباككم، ادخل إلى العمق. فيقوم بطرس يقول له إيه، يا رب تعبنا الليل كله، يا معلم عفوا، تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. كلنا بدون استثناء بنقرأ العبارة دي وكأنه آدي الشبكة يا رب إحنا هنرميها. لا، الموضوع صعب، الموضوع يحتاج وقت طويل جدا عشان يدخلوا للعمق ويبتدوا ياخدوا الشباك دي ويبتدوا يمشوا بالمركب بطيء جدا عشان ينشروا الشبكة الطويلة دي. فالموضوع مش بياخد أقل من ساعة، ساعة ونص عشان يجهزوا الشبكة بتاعتهم. ما هواش على كلمتك ألقي الشبكة أمر سهل. وده بيورينا إيمان بطرس، الحتة المنسية. الموضوع ده لأنه متعب، وناس سهران الليل كله عمالة تصطاد وتعبانين طول الليل، ومرة جديدة عليهم يلقوا الشبكة. على كلمتك ألقي الشبكة، على الكلمة دي أنا هرمي الشبكة. عارفين لو شبكة بتترمي بالإيد نقول هو هيجرب حظه ويرميها بإيده وخلاص،
لا، الشباك دي طويلة بتاخد مجهود مضني جدا. يا ترى النهاردة لو ربنا قال لي ارمي الشبكة بتاعتك مرة تاني، عيد اللي انت عملته السنة اللي فاتت مرة تاني، الشغلانة اللي انت تعبت فيها انا بقول لك اعملها مرة تاني، الخير اللي انت عملته وخدمت بيه الناس دول انا بقول لك لو سمحت اعمله مرة تاني. هنقول له ايه؟ تعبنا يا رب؟ ولا هنتعلم النهاردة من بطرس ونقول له ماشي يا رب احنا تعبنا، لكن على كلمتك دي انا هألقي الشبكة. شبكة احنا خدناها فاضية، لكن وجريناها احنا ورميناها احنا، بس على كلمتك انا هرمي الشبكة بإيمان جديد. ورموا الشبكة، موضوع بسيط، وربما نبص يعني هو صيادين بيصطادوا، لكن الموضوع فيه إيمان، والوحي عايز يقول لنا رسالة حلوة، رسالة جميلة جدا، إنه إمكاناتك اللي احنا فشلنا بيها جرب حطها في إيد المسيح. السفينة هي هي، الشبكة هي هي، الصيادين هم هم، خبرتهم ما تغيرتش، لكن دلوقتي بيرموها بإيمان. وعارفين الحلو في بطرس إيه برضو المنسي؟ إنه قدامه معلم، هو لسه ما لم يؤمن إنه ده السيد الله الظاهر في الطبيعة البشرية، ما يعرفش، ده لسه هيدعوه يبقى تلميذ، لسه ما دعهوش، قدامه معلم، لكن ما قالوش أنت معلم أو أنت صنعتك قبل كده نجار ما تفهمش في الصيد. أنا بفهم في الصيد، الصيد بالليل ما ينفعش دلوقتي. قبل الوصية من المعلم اللي في نظر بطرس ليس له خبرة صيد. ممكن واحد يجي في مجال تخصصك ويديك نصيحة، فكر فيها، بلاش إنه إحنا أحيانا نقول لا هي كده وتستمر كده. بطرس باتضاع وبطرس بإيمان قبل هذا الأمر ورمى الشبكة بتاعته. ربنا ممكن يستخدم الفشل بتاعنا، الضعف بتاعنا، العجز بتاعنا، ممكن يستخدمه ويطلع منه قوة جبارة جدا، بس زي بطرس كده نحط له الحاجة بإيمان بيقين وبطاعة. بطرس أطاع في الوقت اللي كان مفروض فيه، صعب إنه يطيع، تعبان الليل كله وجرب أصلا، يقول النهاردة ما فيش صيد زي ما بيقولوا الصيادين، ما فيش سمك النهاردة، لا هو انتقل إلى المرحلة اللي ما بتتشافش بالعين ولا بالخبرة، انتقل إلى الإيمان. على كلمتك ألقي الشبكة. حصل إيه؟ لما شبكة بطرس بقيت في إيد المسيح، الحتة الأولى شبكة بطرس في إيد بطرس طلعت فاضية، نقطة الثانية شبكة بطرس في إيد المسيح رموها، ما عرفوش يسحبوا الشبكة، مليانة على الآخر. وده مش صيد طبيعي، لأنه حتى بطرس دهش من الصيد، ده وضع ما حصلش في حياته. هذا اليوم هو أنجح يوم في حياة الأربع تلاميذ كصيادين سمك، ما شافوش سمك زي ده قبل كده، إنه يملوا السفينتين، ويقول الكتاب ابتدت السفينتين تغرق، ده هما ما شافوهوش قبل كده. أنجح يوم في حياة التلاميذ كصيادي سمك. تخيلوا إنهم اعتزلوا في اليوم ده، اعتزلوا الصيد في أنجح يوم. تسمعوا عن الأبطال في العالم أو الناس اللي بتعتزل الرياضة أو أي شيء، بيعتزل لما يكون يتعب خلاص، ما بيعتزلش وهو في قمة مجده، يمكن نادرا. هؤلاء التلاميذ الأربع اعتزلوا الصيد في قمة مجدهم في اليوم اللي ما شافوش فيه صيد زي كده خالص، لكن اعتزلوا من أجل السيد العظيم، سيدي وسيدك، اعتزلوا من أجل أنهم يبقوا إلى الأبد في سفينة هذا المعلم العظيم. فابتدوا عايزين يجروا السفينة، الشباك مليانة سمك ما شافوهوش قبل كده، نادوا لإندراوس، عفوا ليعقوب ويوحنا، تعالوا هم شركاء، ابتدوا يجذبوا الشباك وملوا السفينتين. ده لما اتحطت نفس الشبكة في إيد المسيح. ايه رأيك ما تعال النهاردة برضو نحط شباكنا في إيد المسيح، نحطها له في إيده. ما بقول لكش يلغي شخصيتك، والمسيح مش عايز كده، ما هو استخدم بطرس،
بخبرته في رمي الشباك وما ما قالوش انت ما تعملش اللي انت بتعمله كل يوم، عمل نفس اللي بيعمله. ربنا مش عايز يلغي شخصياتنا، لكن عايز يشوف فينا حتة الإيمان دي، انه يا رب ادي امكانياتنا معاك في ايدك، واحنا بنصلي انه شرف وامتياز لينا انك تستخدم الامكانات دي بتاعتنا. بنسلمك كل شيء يا رب. وجذبوا الشبكة حتى كادت شباكهم تتخرق، يعني تتقطع من كتر السمك اللي فيها. وبعدين بطرس يندهش، وبدل ما كان في الأول بيقول له يا معلم، يقول له إيه؟ أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. بيقول لك الكتاب إذ اعترته والذين معه دهشة من كسرة السمك. أخرج من سفينتي يا رب لأنه أنت أطهر من أنك تتواجد في هذا المكان. عايز أقول لكم حتة مهمة جدا، لما إشعياء النبي لقى نفسه في محضر ربنا قال له يا رب ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين، أنا هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين، إزاي أكون في محضرك؟ وبطرس هو نفس الفكرة بتاعت إشعياء، أول ما اكتشف شخص المسيح قال له يا رب أخرج من سفينتي، أنا إنسان خاطئ. عايز أقول لكم إيه؟ في محضر المسيح الطاهر القدوس يسلط الضوء على حياتنا، نبدأ في اكتشاف الخطايا اللي احنا مش شايفينها، نبدأ في اكتشاف عدم استحقاقنا أمام هذا السيد العظيم. من هنا عايز أقول لك لما تركع في الصلاة وتصلي أرجوك ما تستعجلش، ربنا بيكون لسه عايز يديلك وانت بتكون مستعجل وبتقوم، من غير ما تحس انك انت خدت المسيح، انك خدت قوة وبتطلع للعالم وبتواجه العالم من غير المسيح، من غير الشبكة بتاعته هتصطاد ايه؟ ده يكاد يكون القوة اللي فينا تخور. فانا عاوزك النهاردة من رؤية بطرس، اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ، المسيح ما طلعش من السفينة، المسيح قال له لا تخف، ما تخافش، انا هحولك صياد من نوع اخر. لكن اللي انا عاوز اتعلمه النهارده من الحته دي انه في محضر الله، في مقدس الله، بنكتشف احنا شخصياتنا. وانت بتركع ده محضر ربنا، ربنا موجود دلوقتي وانت بتصلي، ده المحضر بتاعك، ده حضره القدوس، ما تستعجلش. وبدل ما احنا بنتعب ونبتدي نصلي لاجل امور ربنا مستغرب ليه ولادي بيصلوا كده. كنت مرة أقرأ في قصة، يعني هي أسطورية شوية، اتنين عصافير قاعدين جنب بعض في شجر عالية، وبعدين عصفور بيقول للتاني البشر دول مالهم مضطربين كده وما عندهمش سلام ولا فرحانين زينا، في حاجة غريبة في حياتهم. فالعصفور التاني رد عليه قال له واضح انه ما عندهمش أب زي أبونا السماوي، ما عندهمش الأب بتاعنا، لأنه الرب يسوع قال انظروا إلى طيور السماء بتاكل وبتشرب ما بتزرعش، أبوكم الذي في السماوات بيعولة، فكم أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فإحنا بنتلهي في الصلاة في طلبات، ربنا بيقول لك ما تخافش، لو سمحت أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لما تركع قل يا رب ادخلني إلى حجالك، ادخلني إلى مقدسك، خليني أحس وأشوفك أنت على عرشك موجود. اتكلم معاه قل له عايز أتمتع بيك، سيبك من كل شيء، سيبك من نفسك، كل هذه تزاد لكم صدقوني. صلي من أجلك، كيف تدخل إلى العمق مع الرب، كيف يكشف الرب عن كل ما في داخلنا. قل له أنا مش عايز شيء، نظفني، أنا بين يديك النهاردة يا رب. بدل ما نقول زي بطرس أخرج يا رب من سفينتي، لا إحنا نقول له ادخل يا رب إلى سفينتي، تعالى. ربنا قال لبطرس لا تخف، ودي النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، شبكة المسيح في يد المسيح. لما رمى الشبكة بتاعته
اللي عمرها ما بتخيب، لأنه إلهنا وسيدنا اصطاد الأربعة دول، اصطاد العمالقة دول، اصطاد الأربعة تلاميذ. دي الشبكة بتاعته اللي بتأتي دائما بالعمالقة، بطرس أخوه أندراوس، يعقوب وأخوه يوحنا، الأربعة الشركة دول. بيقول عنهم الوحي هنا أمر في منتهى العجب، تركوا السفينتين وتبعوا المسيح. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده اليوم بتاعكم. طب نبيع السمك يا رب ونيجي وراك، طب بس نبيع الخير ده اللي انت جبته. ما عملوش كده، سابوا السفينتين وسابوا كل شيء وتبعوا المسيح. لدرجة اني كنت بقرا في بحث قريب انهم لقوا حطام سفينة، فبيرجحوا انها لانها ترجع الى ما قبل حوالي 2000 سنة، انها دي ممكن تكون سفينة بطرس، وجدوها في بحيرة طبرية قاعدة في القاع تحت. سابوا كل شيء، عشان كده القديس بطرس قال له طيب يا رب احنا تركنا كل شيء وتبعناك. قالها. فانا النهارده عاوز اقول لك اترك كل شيء، مش معناها تسيب وتبيع، لا، اتركه من قلبك، خليه معاك، استخدمه في اللي ادهولك ربنا، بس لا يتعلق قلبك بما عندك، لا يتعلق قلبك مثل الشاب الغني لما قال له روح بيع، بيقول لك مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. ويأتي الرب ويفسر يقول عشان ده متكل على ماله، مش عشان غني، ما الغنى ده بركة من ربنا، لكن لأنه متكل على المال بتاعه مش قادر يسيبه. فالنهاردة بطرس، يعقوب، يوحنا، أندراوس تركوا كل شيء وتابعوا المخلص، وده بصراحة أهم قرار في حياة الأربعة. لما جاء زمن الحب كان قرارهم صح، لو ما خدوش القرار ده ما كناش النهاردة واقفين بنتكلم عنيهم، كان حنتكلم عن أربعة غيرهم، هيشوف المسيح ناس تانية، في ناس كتير. لكن أخذوا القرار الصح في الوقت المناسب، وكان القرار الصحيح السليم. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. ناس تقول طيب يا ريت لو كنا في زمن المسيح، يا ريت الفرصة دي كانت حلوة. احنا الان في زمن هو زمن المسيح، المسيح جاء وبروحه القدوس يسكن في قلوبنا، وبروحه القدوس يشتعل في قلوبنا، يبقى احنا بالتالي عايشين المسيح، والمسيح قال طوبى للذين امنوا ولم يروا. فاحنا اخذنا تطويب اعلى من بطرس واعلى من يوحنا واعلى من المجدلية اللي شافوا، احنا ما شفناش، الطوبى راحت لينا، طوبى للذين امنوا ولم يروا. النهاردة شبكة المسيح في إيد المسيح، بيقول إيه؟ فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. الشبكة بتاعت المسيح دي عايز يديها لكل واحد فيكم عشان تصطاد بيها. إيه رأيك؟ تحب تاخد الشبكة دي؟ الشبكة دي بسيطة جدا، الشبكة دي إنك أنت بس تركع وتقول له يا رب أنا موافق، بس مش عارف إزاي، ولا أعرف أنت عاوز تستخدمني إزاي، ولا أعرف أرمي حتى الشبكة. يقول لك إن المهم أنت عاوز ولا لا، سيب الباقي عليا. فشبكة المسيح التي هي في يد المسيح راح مسلمة لبطرس وللتلاميذ. راح بطرس وقف يوم 50 وعظ عظة واحدة، صاد كام سمكة؟ 3000 سمكة. وبعديها بشوية عظة تانية راح جايب 2000 سمكة، 5000 سمكة في عزتين لبطرس. وترجعوا علشان تشوفوا بطرس لا تكلم في اللاهوت ولا في الناسوت ولا في العقيدة، كل اللي قاله بشجاعة واجه اليهود، أنتم الذين صلبتموه وبأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه. كان عنده الشجاعة أنه يرمي الشبكة وسط هؤلاء القساة القلوب واصطاد. ده كان كلمة ربنا ووعده، لا تخف، من اليوم تصير صياد الناس. فالنهاردة ربنا عاوز يدي كل واحد فينا الشبكة دي، لأنه هو بيقول كده اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله. أرجوك خد الشبكة دي واستخدمها حتى ولو، ودي أنا بعتبرها خدمة عظيمة جدا، وبيستخدم الشبكة بقوة اللي ياخد الشبكة ويقول أنا هصلي من أجل الخدمة. أنا بقول لك دي أعظم، أعظم من اللي بيرمي الشبكة ويصطاد ناس، لأنك أنت اللي بتدي له القوة،
أنت اللي بتسنده بصلاتك، أنت اللي بتشجعه. فلما يلقي الكلمة تكون كلمة نارية تأتي بالثمار. فبشجعك لأنه أنت النهاردة في كل ثمرة هتيجي أنت شريك لأنك بتصلي. فلو عايز تشترك في الخدمة لو سمحت خد الشبكة من إيد المسيح في صلاتك، واعتبر صلاتك من أجل الخدمة ومن أجل الكنيسة، هي الصيد اللي أنت هتشارك بيه. اتفقنا؟ يبقى أول حاجة خلي عندك علاقة مع الكتاب المقدس، علاقة شخصية يومية، مش بالصدفة وانت بتلاقيه في البيت أقرأ لي أصحاح، ده ما ينفعش. ربنا مش عايز خدام، مش عايز ناس سطحيين في العلاقة معاه، عايز ناس ينزلوا إلى الأعماق. لما قال لبطرس ادخل إلى العمق، ما هياش بس بحر، ده فيها مفهوم تاني، الدخول في العمق مع المسيح في العلاقة عشان تجيب ثمر. عشان لما تجر الشبكة تكون مليانة لازم تدخل في البداية مع العمق في علاقتك مع المسيح. لما تدخل العمق الشبكة بتاعتك هتكون مليانة، مليانة ناس، مليانة ثمار، مليانة نفوس بتتحرر من قبضة إبليس وتأتي إلى شخص المسيح. تخيل ربنا موافق يستخدمني أنا وإنت في الموضوع ده، تخيل أنه ربنا موافق يدينا قوة تسحق الشيطان تحت أقدامنا بروح المسيح الذي فينا. إيه العظمة دي وإيه العطايا الإلهية دي؟ كل اللي مستني ربنا يشوف قلوب قوية عايزة تخدمه، وثق تماما إن الرب يستخدمك في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. اذكرونا في صلواتكم، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد. آمين.